وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو يقبض على رصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. يعني هذا شوف، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. رجعنا إلى النقطة الأساس، وهي أنك عندما تخالط المسلمين ينبغي لك أن تحذر من إيذائهم. فرأس مالك حسناتك والبعد عن السيئات. أخالط المسلمين، أخالطهم، أقلل من المباحات، أقلل من المباحات، وهكذا. فانظر، أنت مطالب إذا كان هناك نصل، سكين، سيف، رمح له، رأس مدبب، ألا تحمله من جهة الأمان، وإنما تحمله من جهة الأذى، حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، لأنك تعرف أن هذا جارح ومؤذي، فتمسكه فلا تؤذي نفسك. لكن إن أمسكته من مكان الأمان فقد تؤذي غيرك. إذا كان ولابد أحد أن يؤذى، فأذي نفسك ولا تؤذي إخوانك في الله. تؤذي نفسك، تعالج نفسك وتذهب إلى طبيب، تؤذي غيرك مطالبا تأخذ إلى طبيب وأن يسامحك. نعم، نسمع. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني مقدار أن تحكم على حالك أنك عندك ترابط مع المسلمين أم لا، قائم على أنك تشعر بالأذى والتعب. إذا أحد من المسلمين تآذى لابد أن يكون حالك هذا الحال، حتى ينسب إلى محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار أنه كان يهتم بأحوال المسلمين كثيرا، وينظر في أخبارهم، ويغضب ويشعر بالمرض والتعب إذا سمع عن المسلمين أنهم تعرضوا لاضطهاد أو عذاب. فمرة أمه وهو ما زال في سن يعني بداية الشباب رأته حزينا، فقالت له: يا بني ما بك؟ هل أصيب أحد المسلمين في الصين بأذى؟ انظر كيف حاله ويتفقد أحوال الناس حتى لو كانوا أين؟ في الصين. فهي تعرف من شخصه أن هذا الشخص قائم على أنه مع إخوانك الجسد الواحد، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأغرب ما نرى في هذا الزمان عن طريق الفضائيات واليوتيوب أن بعض الناس يتناول الطعام أثناء ضرب المسلمين وذبح المسلمين، فتجده يقول: سمعت عن مذبحة للمسلمين في البلد الفلاني، دعنا نتابعها. يلا يا مرة حط الأكل. يأكل ويشرب ويتناول الطعام وقت ماذا؟ وقت أن المسلمين يذبحون ويقتلون ويقصفون. أين هذا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ فهذا شيء ينبغي التنبؤ إليه، أنه هل يظهر عليك أم لا يظهر. نعم.